البورسعيدية وفقا لمعلوماتي يعني الدكتورة سارة كراوية مدير إدارة رضا المنتفعين بالخدمة. اهلا وسهلا. انت اللي بيجيلك الشكاوي وانت اللي فش المكتب. تمام. صح؟ تمام. ازيك؟ منورة. تمام الحمد لله. ميرسي. الدكتور محمد أنور نائب مدير إدارة التحول الرقمي. مظبوط يا فندم. مش فاهم قوي موضوع التحول الرقمي ده وما يتهيأليش الناس هتبقى فاهمها بسهولة، هي عايزة تدخل تكشف وتخف وتمشي، بس هفهم منك ايه لازمته عشان الناس تدخل. احنا كلنا لازم نتكلموا مع بعض عشان تبقى عارفين ان احنا واصلين فين ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. انا عايز ابدا مع الدكتوره ساره في الحقيقه، لانه هي اللي فش المدفع، هي اللي بقى لها شهرين دلوقتي صح ولا غلط؟ شهرين تقريبا. بقى لك شهرين وشويه، هي اللي بتتعامل مع الناس بشكل مباشر، وهي اللي كمان لازم تقول لهم لا انت كان تعمل حاجه انت لا تدخل على طول. مظبوط. من يوم 1/7 لغايه النهارده. تمام. بأمانة شديدة أنا متوسمها ومتأكد منها فيك يعني. أكتر ملاحظات إيجابية إيه وأكتر ملاحظات سلبية إيه؟ أكتر حاجة الناس مبهورة بيها النظام اللي موجود دلوقتي في المراكز والوحدات، تطوير المراكز والوحدات والعدد ساعات العمل اللي بقى من الساعة 8 صباحا للساعة 8 مساء في المراكز والوحدات، والمستشفيات مفتوحة 24 ساعة. طبعاً كانت مفتوحة 24 ساعة بس العيادات بتاعتها بقت شغالة لحد الساعة 8. الفريق الطبي اللي موجود دلوقتي في عندنا في مستشفى الرمد مثلا في اخصائيين واستشاريين جايين من مستشفيات كبيره ومحافظات كبيره بيعمل عمليات ما كانتش موجوده قبل كده. مستشفى النصر والسكوب بتاعها اللي ما كانش موجود على مستوى المحافظه قبل كده، الاورام الاطفال والقلب المفتوح اطفال، وفعلا في عمليات اتعملت. الحاجات دي كلها مخليها الناس اخده فيدباك كويس عن المشروع. فكرة وجود بقى مدير رضاء المنتفعين دي طبعا حاجة جديدة احنا الوزارة عملتها علشان يقدر يبقى في حد يقدر يتعامل مع المريض من اول ما يدخل المركز او المستشفى، يشوف هو محتاج ايه ويوجهه صح ويتعامل مع شكواه في وقتها. يعني انت بتتعاملي معاه من اول ما يدخل المستشفى؟ انا هنا في الفرع مش لكن في مدير رضاء منتفعين في كل مكان عام. في كل مكان تبع هيئه الرعايه، في كل مؤسسه او في كل حد بيقدم الخدمه موجود. في مدير رضاء منتفعين في كل مركز، في كل وحده، في كل مستشفى. بيتعامل مع المريض من اول ما بيدخل، يشوف ايه مشكلته، لو عنده مشكله عنده استفسار بيوجهه. هو فريق مدير ومعاه فريق. اكتر مشكله بتواجهك انت شخصيا ايه؟ اكتر مشكله ان الناس نفسها مش فاهمه دور طبيب الاسره ودور ان هو لازم يروح الوحده يكشف الاول وبعدين يتحول على المستشفى. الناس عايزه تروح المستشفى تاخد الخدمه بتاعتها وتمشي، مش عايز يمر بالمرحله الاولانيه مرحله طبيب الاسره. فاحنا بنحاول نوعي المواطن والمنتفع بفكره دور طبيب الاسره، ان طبيب الاسره ده طبيب متخصص حصل على زماله او حصل على ماجستير، بيقدر يتعامل مع 80% من الامراض والتشخيصات اللي موجوده، عنده جايد لاين نازله له بيتعامل معاها، بيقدر يتعامل في حالات النساء، حالات البطنه، حالات الجراحه، حالات العظام. وهو اللي يحول، هو بعد ما بيكشف على المريض ويشوف فعلا، لان كتير المريض ما بيبقاش عارف الوجع اللي عنده ده مسالك ولا بطنه. فانت عندك المشكله الاساسيه الناس لسه مش عارفه مش الخطوات، مش عارفه دور طبيب طبيب الاسره، مش عارفه دوره، مش فاهمه دوره ان هو اللي هيوجهه صح. بدل ما هو يروح من مستشفى انا هكشف بطنه، لا انت مسالك، لا هو طبيب الاسره يكشف عليه وياخد الشكوى بتاعته ويشخصه ويحوله على التخصص اللي هو محتاجه. فاحنا كده هنخف الضغط على المستشفيات.